مجددا ينقل عن مصادر فريق المعارضة وعلى رأسهم القوات والكتائب اللبنانية رفضهم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، وما ينقل أيضا وما يعلنوه عبر سقوف وخطابات عالية النبرة تظهر في مواقفهم التصعيدية التي تطلق بوجه رئيس المجلس الذي كرر الدعوة للحوار على الرغم من أنه أعلن في خطابه الأخير عن ندمه. لا داعي للرد على سمير جعجع بوصفه للثنائي أو فريق الممانعة بأنه فريق مجرم. تاريخ سمير جعجع يرد عليه وهذا كافي ليبين مين المجرم ومين الوطني. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أعلنها مباشرة عبر الجديد: القوات اللبنانية ماضية في المواجهة ولن تتراجع، معبراً عن موقفه بعبارة: نحن ما حدا بيستوطي حيطنا. كان مفاجئ بصراحة موقف الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية، وإن كان تعودنا عليهم، ولكن شوي يحترموا عقول الناس والجمهور اللبناني وأيضاً الدول الخارجية كانت عربية أو غربية. من 10 شهور عم يتهموا الفريق الآخر إنه بده يفرغ المؤسسات وما بده يملأ الشغور، بالمقابل هن اللي عم بيمنعوا أو هن رافضين اجتماع المجلس النيابي للتشريع ورافضين اجتماع الحكومة لتصريف الأعمال وتسيير أمور الناس، وهلأ رافضين الحوار محدود ب7 أيام وبعد منه جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. فواضح من الذي يعطل ومن الذي يريد هدم الدولة. يروحوا على مواجهة بالشارع هن أعجز من أنه يعملوا هيك، ولو عندهم القدرة كانوا عملوها من زمان. نعم هن بيحلموا على الأقل القوات اللبنانية بعد الخطاب اللي سمعناه من سمير جعجع بيحلم بفتنة بالشارع وبحرب أهلية تدمر ما تبقى، على أمل بحسب حساباته هو رهانه على التغيرات اللي عم تصير بالمنطقة تصب لصالحه، ولكن كمان اللبنانيين بيحكموا على تاريخ رهانات سمير جعجع. بري الذي يمر بمرحلة حرجة وفق موقع لبنان ديبيت تعهد بأنه لن يترأس الحوار، بل سيكون طرفاً فيها على اعتبار أن لديه مرشحاً للرئاسة يريد إيصاله، وقد تعهد أيضاً بأن الحوار لن يتطرق إلا إلى ملف رئاسة الجمهورية، إضافة إلى تعهده العلني بأن يلي الحوار جلسات انتخاب متتالية. فما هي الخيارات التي يملكها رئيس المجلس لحل هذا الملف في حال بقيت المعارضة على موقفها؟ بالنسبة للرئيس نبيه بري، الأرنب هو الحوار، ما في غير الحوار. هذا البلد لا يقوم إلا على التوافق والحوار وعلى مد اليد ومد الجسور والتواصل. إذا الفريق الآخر لا يريد، فبالتالي خليه قد ينعقد الحوار بمن حضر، بما أنه في كتلة أساسية هي كتلة تيار الوطن الحر أو لبنان القوي وافقت على هذا الحوار. وهذا كان يقول رئيس بري دائما أنه إحدى الكتلتين بس تشارك يعتبر الفريق المسيحي ممثل بقوة. فإذا خلي الفريق الآخر اللي هن مسمين حالهم معارضة 31 نائب، خليهم برات المشهد وهن يتحملوا المسؤولية والتبعات. إذن وسط احتدام المواقف السياسية وإصرار الكتل المعارضة على المواجهة، يبدو واضحا أن لم شمل الكتل المختلفة تحت سقف مجلس النواب لإجراء حوار وطني رئاسي بات صعبا للغاية، ويبقى الفراغ سيد الموقف.